أكيد أن الجزائر يعني عندها يعني استراتيجية لتوجه نحو إفريقيا ودعم الاستثمارات في إفريقيا والتواجد أكثر في إفريقيا. نظن أن دول مثل موريتانيا والسنغال يعني دول شقيقة وجارة يعني حديثة الاستكشافات في الغاز، وبحكم أن الجزائر يعني عندها خبرة طويلة في المجال منذ الستينات، يعني هي فرصة باش نطوروا التعاون معهم في مجال الغاز من حيث الخبرة الجزائرية والدراية لسان سكوتراك، ولما لا ان شاء الله نشوف يعني سواتراك عن قريب ان شاء الله متواجده في السنغال وفي موريتانيا ان شاء الله. كان في لقاءات ثنائيه على هامش المنتدى يعني حيث استقبل وزير نظرائه من الدول المشاركه، تم في هذا الاطار التطرق الى سبل تطوير التعاون، تعزيز التعاون كذلك بين مختلف الدول. نذكر كذلك انه اغلب الدول المنتدى يعني هي اصلا دول عندها علاقات جد طيبه مع الجزائر. نشوف اليوم يعني الحمد لله يعني كانت مشاركه على اعلى مستوى من حيث العدد ومن حيث مستوى المشاركات. نظن انه المنتدى في الجزائر حقق اهدافه. هذا الشيء يعني راجع لانه الجزائر يعني كما تعرفون يعني دوله يعني مستقطبه للشركاء. الحمد لله اليوم تقريبا كل الدول الأعضاء شاركوا وعلى مستوى عالي، والمحادثة يعني كانت يعني جيدة على مستوى المنتدى وعلى مستوى الثنائي إن شاء الله. يعني الحمد لله راضيين بالشيء اللي شفناه اليوم.